علاش في بعض الأحيان كنفقدوا السيطرة على التربية ديال الأبناء ديالنا؟ السلام عليكم، معكم أسماء السليمي، مديرة تربوية بمجموعة مدارس الحنان الخاصة. بزاف ديال الاباء كيلقاو مشاكل مع الاطفال ديالهم وما كيعطيوش اهميه كبيره لهذا الموضوع اللي كيخليهم كيفقدوا السيطره على التربيه ديال الابناء ديالهم. في هذا الفيديو غادي نشرحوا كيفاش نقدروا نتجاوزوا هذه الصعوبات. كاينه آراء متعدده حول طريقه تربيه الاطفال، ولسوء الحظ كثير ديال الاباء كيلتجؤوا للعقاب بدل ما يشجعوا وليداتهم. إذن نقدروا نقولوا بان التربيه ما كتلخش في العقاب، بالعكس كنجحوا في التربيه ديال الابناء ديالنا الا شجعناهم على السلوكات الجيده اللي كيديروا حسن من عقابهم على التصرفات اللي ما كيعجبوناش. اذا كيفاش غادي نتصرفوا؟ اولا نبقاو هادئين، شوفوا معايا هاد الوضعيه وردوا البال التعامل ديال الام مع الابن ديالها. ويلي ويلي يا رميان، ادم هاي كنهضر معاك، هذا بيت نعاس ديال بابا وماما ماشي بيت ديال كيف ما شفتوا الام فقدت الهدوء ديالها من الاول والطفل ديالها ما كيتصنت ليهاش، داكشي علاش هاد التعامل تيخصنا نتجنبوه. ادم شفتك كتلعب مزيانه ولدي، مزيان تلعب، ولكن شنو قلنا اخر مره؟ بيت ديالك ماشي بيت بابا وماما. انا دابا غادي نساعدك وغادي نمشيو للبيت ديالك باش نلعبوا تما، صافي؟ سمحي لي ماما. ما كاين حتى شي مشكله ولدي، ما كاين حتى شي مشكله. اذا اهم حاجه في هذه الوضعيه خصك تبقى هادئ، ما تدخلش في مخاصمه مع الطفل ديالك، تذكر دائما بان الدور ديالك هو تساعده باش يتعلم يتصرف بشكل احسن. ثانيا نشجعوا التصرفات الجيده، نشوفوا دابا وضعيه ثانيه ودائما ردوا البال للتعامل ديال الام مع الطفل ديالها. ماما ماما شوفي كنجمل الاقلام. صافي ادم ما تصدعنيش. ماما شوفي جمعت كل شيء. اوه راك امام ماما 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 صدعتي يا راسي اغاد. في هذه الوضعيه كان الطفل محتاج للتشجيع ديال الام ديالو على السلوك الجيد اللي قام به، ولكن كانت الام مشغوله وما مهتمش به وخاصمت عليه. برافو ادم، انا فرحانه بولدي، الله يرضي عليك جمعتي مع اب ديالك والمونس ديالك، الله يرضي عليك، راه فرحانه بك ولدي. كيف ما شفتوا ملي كينادي عليك الطفل ديالك وكيحتاجك تخصك تصرف معاه بشكل لائق وتهتم به وتشجعوا على السلوكات الجيده. ثالثا نخليو الطفل ديالنا يتحمل مسؤوليه ديال التصرفات ديالو. فهاد النقطه الاخيره تخصك تخلي الطفل ديالك يحس بنتيجه التصرف الغير لائق ديالو ويتحمل المسؤوليه وتعامل معاه حسب السن ديالو والوضعيه. رمى اللعبه ديالو، ممكن انك تحيدها او تبعدها عليه. كيتعطل باش يلبس البيجاما، ممكن تفهمو انه بسبب تاخر ديالو ما غاديش يبقى الوقت باش تقرا ليه القصه اللي كتعجبو قبل ما ينعس. شفنا كيفاش خاص يكون التصرف ديالنا كاباء تجاه اطفالنا، نبقاو هادئين نشجعوا التصرفات اللائقه، نخليو الطفل ديالنا يتحمل المسؤوليه ديال التصرفات ديالو. في الفيديو المقبل غادي نكتشفوا كيفاش نعبروا على الطلبات ديالنا ويستجب لنا الطفل وهو مقتنع. وللمزيد من النصائح التربويه تابعونا. الحنان شريككم في نجاح دراسه طفلكم.